صدفة ده يا مصطفى. والله بص، انا كان ليا ناس صحابي كده، وانا كنت بمثل مثلا في المدرسه، عشان طبعا المدرسه بتلعب يعني. فانا جيت هنا اشتغلت في القاهره في شركه كبيره، فبدات اعرف ناس وكده. فكان يعني عايز افتكر ايام المدرسه بقى وانا بمثل. فكان في حد منهم قريب استاذ خالد يوسف، فعرفت ان هو قريب استاذ خالد يوسف. طبعا دي حاجه يعني يا سلام. فقلت له طب انا عايز اتفرج واحضر وكده. قال لي خلاص تعالى معايا، كانوا بيصوروا كف الامر. قال لي تعالى نروح يوم. فكلمته في اليوم ورحنا. كان في هناك بقى استاذ حماد عفيفي، ده اللي هو يعني المخرج المنفذ مع استاذ خالد يوسف. فقال لي بقول لك انت، هو قريبهم برضو نفس العيله. قال لي بقول لك اما تيجي، بدل انت بتحب كده وتتفرج، ما تيجي تعمل دور. قلت له دور ايه؟ قال لي دور ظابط كده مشهد. قلت له ماشي، انا فاكر المشهد ده. ها خش قول لي اتكل على الله. وانا شكلي بقى طول بعرض. فقلت له خلاص اوكي ماشي يا حماده، نعمل المشهد. المشهد ده اتعاد 28 مره 27 مره، بسبب طبعا ان انا ايه مش عارف اتكلم. كان قدام يعني اول مره اقف كان قدام استاذ خالد صالح الله يرحمه. الله يرحمه. ودي ناس بتشوفها في التلفزيون، انا مش لسه شفت الناس دي حتى في الطبيعه. اللي هو واقف قدامهم عمال هعيط وبتكلم وبردان بقى ومتلج وعايز امشي وانا ايه اللي دخلني؟ طب انا مكسوف والناس بتضحك عليا، اللي واقفين ورا الكاميرا بيضحكوا عليك. لان انا يعني في مشهد منهم انا بجري وقعت، يعني انا مشهد بجري عشان امسك استاذ خالد صالح في السوق. فانا بجري في شوال في الارض كده في السوق، فخدت الشوال في رجلي طرت طيره. عارف انت اول مره تمثل، كل اللي ورا الكاميرا ها 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 طبعا بيصدقوا يضحكوا واحد طول بقى بعرض. بس يعني فالحمد لله وكملت. طيب مصطفى، احنا لسه عندنا وقت نسال ممكن. طيب عايز اسالك، لما انت بدات ودخلت التمثيل بالصدفه وحد صاحبك وقال لك وتعالى وبتاع وحاجات كده، ابتديت بقى ان انت تركز عايز اخد ورش تمثيل، عايز ادرس الموضوع اكتر، ولا حسيت ان انت الموضوع سهل؟ بصي انا اشتغلت اكتر من شغلانه في حياتي. يعني اشتغلت في كافيه في شرم الشيخ في الشيشه، سافرت السعوديه واشتغلت مندوب مبيعات، اشتغلت مندوب مبيعات هنا في مصر، واشتغلت في شركه في الاخر قعدت فيها 14 سنه، هي شركه عالميه يعني، بس ليها ستورز هنا وليها كيان هنا. فاشتغلت في الستور، اتقابلت مع ناس. الشركه دي شركه محمول، شركه يعني خطوط تليفون. فاتعاملت مع الناس من كل فئات الدنيا، لان انا كنت في الفرع الرئيسي بتاعها. فانا شفت بقى اللي كان بيجي لي من اي حته في مصر جاي عشان يشوف مشكلته في الفرع الرئيسي، واقعد اتعامل معاه واقرب من دماغه، ولو هو زعلان اريحه، ولو هو يعني وممكن يقعد معاك يحكي لك قصته في البيت. هم بيبقوا جايين بقى قاعدين معانا. فانا كنت من الناس الشاطره جدا في الحته في الريتيل. فانا عرفت في حياتي شخصيات لسنين عمري قدام ممكن تدرس بيهم. والله لا حقيقه والله ببقى عارف يعني 14 سنه. فبتبقى عارف حتى اللي داخل، وهو داخل طالع السلم بتاع الستور كده، هو داخل يعمل ايه. فخلاص وهو داخل يعمل ايه وفين يعني، هو الراجل ده جاي لي منين. فانت عارفه من مشيته، ان كل بني ادم على فكره ليه ماشيه ده عموما يعني. فبتبقى عارف من مشيته ده جاي هيعمل ايه في النهارده يوم. داخل يتخانق، ده داخل يزعق، داخل يتخانق، داخل ده من محافظه، ده من كذا، يعني بتبقى انت خلاص من كتر عشرتك للناس بتسكن الشخصيات من قبل ما يخش. داخل يشحن ب10. بس اكيد في ناس كتير ساعدتك في الوسط يعني في الكارير بتاعك، يعني تقدر تقول لنا مين اكتر حد وقف جنبك، خصوصا ان انت معروف عنك ان انت من الناس الجدع في الوسط. فعايزين نعرف مين اللي استجدع معاك قبل بقى ما انت يبقى الناس دلوقتي مصطفى درويش اللي الناس بتتكلم عليه. لا استجدع معايا كتير قوي الناس كلها والله، ما فيش حد يعني. بص انا عندي ميزه كده في حياتي، يعني ان انا اللي بعرفه ما بخسروش عمري. يعني انا اعرفك، وحتى لو العلاقه بينا مش قويه هتلاقيني معاك في اي حاجه عندك. يعني انا معروف حتى كده وانا في الشغل كنت كده، هتلاقيني في اي حاجه عندك. لو حصل لك الدنيا جت عليك شويه هتلاقيني اول واحد بطبطب عليك بقى. لما انا ما بحبش حد يعني، انا عارف ان ممكن في يوم من الايام انا الدنيا تيجي عليا، فانا زي ما عملت معاك انت هتعمل معايا. فانا زي ما، وبعدين ما فيش حد بيقع كتير يعني، بيفضل واقع على طول، هو بيقوم تاني. يعني ما تخليهاش بقى، خليها ايه رايحه جايه. فانا ده مبدئي في الحياه اصلا، ده اللي علمه لي كان حد في شغال معايا في الشغل الخاص يعني. هو اللي معلمني القصه دي،
يعني خلي بالك من اللي بيقع اكتر من خلي بالك من اللي فوق. يعني ده اهم حاجه، ده اللي هو جبر الخواطر. خلي بالك كل اللي انا فيه ده ممكن يكون حد دعالي، يعني ممكن اكون جبرت خاطر حد ده حقيقي والله لا دي انا مقتنع بيها فعلا، لان انا كان حصلت لي حاجه وكان ازمه عندي مثلا من سنتين واتفكت في دقيقه بسبب انا عارف ان هو انا عملت حاجه كده، ان انا جبرت خاطر حد. بتتردلك اللي انت جداً. بتعمله اكيد بيتردلك في يوم من الايام، فبتبقى اللي هو يعني ده شخصك. طب ندمت قبل كده على حركه جدعانه عملتها مع حد؟ بما ان انت بتقول انا بستجدع مع الناس وما بخسرش حد، بس في حد ندمت ان انت عملت مع حركه جدعانه كده؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. يعني في ناس كتير واحد بيندم ان هو طلع جدع معاها، بس حاسس انت مش بتندم، انت بتروح بديهاله يعني انا بص ما بسكتش تاخد حقك. انا مشكلتي لا والله انا كنت زمان بتخانق وكنت جامد جدا في الخناقات، كنت مملكة. اول ما اتشهرت بطلت اتخانق عشان ما ينفعش. عشان ما ينفعش والله فعلا نهدى بقى كده عشان بس بقدر اتخانق يعني في وشك. يعني انت دلوقتي لو ضايقتيني هقول لك انت ضايقتيني على فكره، هو خلاص وهتلاقي وشي بان عليه. يعني بحبك باين على وشي، بحب بكرهك باين على وشي بكرهك، مش عارف اعمل كده حاجه تانية، مش عارف اضحك لك. بس مش من ورا بقى الناس تقعد تتكلم يعني مش الحركات دي، لا انت بتروح بوش واحد يا جماعه انا زعلان منك في 1 2 3 ده الفيسبوك مخلص عليا. اكتر من كده انت من الناس عامه اللي اي حاجه بتيجي على بالك بتقوم كاتبها على الفيسبوك. طيب عايز حساب لحاجه؟ ما بعملش حساب لحاجه خالص جدا، وده غلط. انا بقى مش حلو على شايف ان ده مش حاجه صحيه. لا غلط برضه، يعني ساعات ببقى قاعد كده انا اللي بهببه ده، طب انا عملت كده ليه اصلا؟ فعلا هو غلط، في حاجات بيبقى فيها تسرع غلط. يعني بتطلع تكتب بوست مثلا على فيسبوك كده وبعدين بدخل نفسي في مشاكل انا مش ليها اصلا. يعني بدخل نفسي في حرب، انا مالي انا بالحرب اللي انا داخلها دي؟ ايه اللي دخلني فيها اصلا؟ يعني واحد مش ناقص بعد من 1 ل10 قبل ما تكتب. ايوه انا في اصحابي كان بيقولوا اقطع عنه الانترنت والله قبل ما تشهر كمان ب 100 وش يعني. انا كنت كارثه. انت كده مفلتر يعني كارثه. وبعدين بعمل حاجات كتير بقى، يعني مثلا ايه، احنا كنا كده عندنا مطعم انا ومجموعه اصحابي، يلاقوني مثلا الصبح كاتب بوست ان انا مثلا متبرع لمستشفى السرطان لوحدي من غير ما اقول لحد، ومن غير مثلا مطلع مش عارف 15% اللي فين. يعني ليش احنا معاك في يا ابني في حاجه يا ابني ادينا خبر. كنا بنخسر يعني مش كنت بتخسر ومضطر يعني لازم حتى توفي بدول وانا قلتها فخلاص هيعملوا ايه؟ فكان الموضوع بقى حد يقطع عنه بقى الانترنت مشكله في الانترنت. طيب نتكلم شويه بقى عن مسلسل محمود صالح بيصبح ليك وبيقول لك بيحبك جدا، صباح الفل عليك يا شبح العالم. في احمد غانم بيقول لك على فكره سر من اسرار مصطفى بيعمل الحاجه وبعد كده يقول لك انا مني لله على تصرفاتي او على تصريحاتي، بيقول حوالي 50 مني لله في اليوم. موضوع مني لله ده يعني انت قلت انت بتندمش على حاجه عملتها، يعني كل حاجه بتتعلم منها، بس بتيجي ساعات كده تحس ان هو محتاج شويه جلد ذات، لان لازم تقف مع نفسك، لان اكيد اكيد مش هينفع تفضل مكمل الدنيا كده. اكيد بتتعرض للموقف ده بينك وبين نفسك على طول، ان انت تقول كتير طبعا. مني لله انا الا انا وصلت لنفسي. ايوه ما هو اكيد. بص طول ما انت عايش طول ما انت بتغلط، مفيش حد عايش ما بيغلطش يعني، وعلى طول كله نجاح وكله صح وكله انا تمام والناس غلط، فاكيد في وقت انت بتغلط فيه فلازم تقف. لان انت لو ما وقفتش هتروح يعني هتكمل في الغلط بقى اللي انت فيه، فخلاص هتخلص يعني. فلازم يكون ليك وقفات مع نفسك. انا غلطت واسمع، يعني انت ممكن تقول لي رايك دلوقتي فيا فانا تحسسك ان انا مش مهتم باللي انت قلته. يعني انت ممكن تقول لي يا اخي انت بتعمل كده ليه وبتاع، فانا هدافع هقول لك لا انا بعمل كده عشان كده وانا دماغي كده وبص انا كده وهو ده النظام. بس انا بيني وبين نفسي لما اكون مروح مثلا في البيت، قاعد في البيت بفتكر كلامك ما بعديش خالص. فبفتكر كلامك بعد هو الراجل ده صح بينك وبين نفسك. الراجل ده صح انا اتمرك ان شاء الله. بس بقول ان كلامك صح. ما بتكبرش؟ لا ما بكبرش بيني وبين نفسي، انما قدامك هكبر. ايوه ما ده اللي احنا كنا عايزين نفهم. فهمت. طيب في دور في السينما يعني او في الدراما المصريه في العموم شفته وكان نفسك تمثله قوي؟ ادوار كتير قوي انا لسه ما مثلتش. يعني دور معين انت يعني هتموت كده لو شفته مثلا في رمضان وقلت ازاي انا ما عملتش الدور ده، ده انا هو الدور ده. يعني مثلا انا نفسي اعمل شخصيه المضطربين نفسيا. مضطرب نفسيا اللي هو بيبقى موجود في الشارع وتلاقيه بيمشي يكلم نفسه، فاهم؟ عنده اضطراب نفسي كده. ده اللي نفسي مثلا اعمله.
كلكع حاجه مكلكعة. وانا بعرف اعمل كلكع بس ما حسيتش ان في دور بعينه. انت حسيت انا كان نفسي يجي لي الورق ده، مش غيره فنيه بس برضو عارف احيانا بيبقى الواحد بص طبعا هي بتحصل بس يعني بتحصل في ادوار كتير قوي في حاجات كتير قوي بتقعد تتفرج عليها تقول لي طب يا ريتني بس طبعا بما يعني ما لا مش بقولها يا ريتني بانا يعني الله لو كان انا اللي عملتها. وبعدين بتقعد تتفرج على الممثل بقى بيعمل حركه مش طبعا انت مش جاهز ده انت يعني انا بالنسبه للممثلين التانيين انا ضايع فببقى قاعد بقى لا لا ما بعرفش يمثل ما لهاش حلوه عارفه عشان نفسي فيه بصي هي مش الصدفه بس حتى لو عندك واسطه الواسطه مش هتفضل شايلك طول عمرك فانت لو في شغل حتى لو يعني سيبك من الفن عموما لو حد شغلك في مكان حد ساعدك تشتغل في مكان هو مش هيفضل قاعد لك انت بقى اجتهد علاقات اهتم بشغلك صح. راعي ضميرك راعي ربنا خلي بالك من شغلك وعارف ان ده اكل عيشك مهما كانت شغلنا ايه يعني اي حاجه هتشتغلها في الدنيا هي دي اكل عيشك وهو ده مصدر رزقك وهو ده اللي قدامك وما تسيبش مكان انت شغال فيه يعني انا عندي مبدا كده لو انا شغال اي حاجه ما سيبهاش غير لما يكون ربنا جاب لي حاجه تانية مش هسيبها بقى انا جامد جدا لو سبتها انت هتلبس في حيطه مهما كان انت فين هتلاقي طول ما انت في شغل طول ما انت سعرك عالي حتى الفن طول ما انت يعني انت ممثل طول ما انت عندك بيزنس بره فسعرك كويس حتى انت يعني كويسه انما لما بتبقى مفيش غير الفن بس عندك بتلاقي نفسك مضطر تشتغل عشان اي حاجه عشان تقدر تكفي احتياجاتك فلا لازم يكون في شغل في لازم يكون في حاجه بتسند لازم غير التمثيل عشان لان دي البدايه بتبقى صعبه انا شفت وشفت ناس انا ممكن كان ربنا يعني اراد ان انا مع مخرج كبير وان انا كنت شغال في شركه فبدات اعمل علاقات اعرف الممثل ده اعرف المنتج ده اعرف المخرج ده فبدات اشتغل وعرفت ازاي اشغل نفسي بس في ناس تعبت في ناس بس عشان هي بتحب الفن قوي بتحب التمثيل قوي فهي تمثيل بس انا بشوف والله ناس يعني واولاد ناس على فكره وجمال ويشرحوا القلب اشتغل وخلي فيه كده حاجه على جنب كده دي بتاعت بيتي وحياتي ومستقبلي وكله وخليك في الفن كده هوايه ما تخلوش شغلانه صح. لان لو الفن شغلانه ممكن يدمر